في النهاية تعادل منطقي وعادل ما بين انبي والداخلية، تعادل 1-1 زي الشوط الاولاني بالظبط. يمكن الشوط الثاني ما حصلش حاجة، انتظرنا تغيير، انتظرنا متعة اكتر، ولكن في بعض الكرات الغريبة جدا اللي ضاعت وبالاخص من فريق انبي في الشوط الثاني، ولكن الشوط الثاني ما كانش ممتع الى حد بعيد. نتيجة 1-1، البداية كانت عن طريق طبعا حسين رجب في الدقيقة الخامسة، طبعا هدف لصالح الداخلية وافتتح به هذا الشوط. جون غريب في عدم توقع، في عدم تركيز بشكل كبير، خبطت في الراجل دخلت جون في توفيق برضه في نفس الوقت. الناحية الثانية طبعا جون حمدي فتحي في الدقيقة 36، خطأ كبير طبعا في التعامل مع الدفاع وفي التعامل بالنسبة لمحمد صبحي. طبعا دايما بنقول لأي حارس مرمى يا تطلع يا تفضل، ولو طلعت لازم تتعامل، بمعنى ما ينفعش تطلع على الهواء وتقارن انت خلاص انا مش همسك الكوره، يا تطلع بجد مقدر وبالبوكس في زاويه او تمسك كورتك، يا اما تفضل في الجول، لان الحل الوسط ده طبعا بيخلي الجول فاضي زي ما حصل في الهدف بالنسبه لفريق انبي، وبالتالي تعادل 1-1.